أذهب إلى أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من الجنوب اللبناني. أحمد، ما هي آخر التطورات لديك حول إطلاق هذه الصواريخ من لبنان؟ نعم، تحياتي لك في البداية. ربما سمع قبل قليل دوي إطلاق عدد من الصواريخ من الجنوب اللبناني وتحديدا من القطاع الغربي للجنوب اللبناني باتجاه مناطق في الجهة المقابلة للقطاع الغربي أو في المناطق الساحلية للشمال الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي. يبدو أن هذه الصواريخ كانت في طريقها إلى نهاريا، علما بأن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها هذه المنطقة. سبق استهدافها قبل أيام أيضا بسرب من المسيرات الهجومية. حزب الله لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل هذه العملية، ولكن فيما يبدو أنها جاءت ردا على العمليات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت منزلا في بلدة معروب في القطاع الغربي للجنوب اللبناني أيضا في قضاء صور، مما أدى إلى إصابة 12 شخصا من بينهم شخصين في حالة حرجة. فربما هذه البلدة معروب هي بعيدة نسبيا عن الحدود الجنوبية اللبنانية، وتقريبا المسافة من الحدود الجنوبية اللبنانية إلى معروب هي ذات المسافة من الحدود إلى منطقة نهاريا. فبالتالي يبدو وفقا للمؤشرات الأولية أن هذا العمل أو هذه العملية جاءت ردا على استهداف معروب، بالإضافة أيضا إلى استهداف اثنين من عناصر حزب الله في بلدة الطيبة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني خلال ساعات يوم أمس. فبالتالي ربما يستهل حزب الله اللبناني عملياته بهذه العملية الكبرى من القطاع الغربي، وذلك بعد 9 عمليات نفذها على مدار يوم أمس في إطار عمليات الدعم وأيضا الرد على الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية الجنوبية.